حمزة، قول لي بقى الموسم بتاعك كان عامل ازاي؟ ابتديت ازاي؟ انا ابتديت الموسم وحش شويه، ليه؟ قول لي، احكي لي ايه المشكلة؟ خسرت فيرست راوند. انا كنت مندرو اول، كنت اول 16 على مصر، وانا بتخش من درو على طول، من درو ما مندرو تخش في التصفيات، بتخش على دور 16 على طول، دور بتستنى اللي 32. جاي لك من الدرو اللي هو التصفيات. تمام. اللي خسرت من فيرست راوند بطولة منطقة الجيزة دي مفاجأة دي. فيرست راوند. طب دي ليه؟ تفسيرك ليه؟ انا مش عارف، حاجه حصلت غريبه كده، كل الناس كانت مش بس مصدقه. انت كنت احسن منه، يعني انت احسن من اللعيب اللي انت لعبته كل المقاييس يعني. طيب بس ساعات البدايات السيئه دي بتبقى زي ما بيقولوا شوك بيفوقك. ما حصل حصل ده، فعلا، ايه حصل اللي حصل بعديه بقى؟ احكي لي. حصل لعبت بعديها بطوله، مش فاكر الصراحه، مش قادر افتكر بطوله ايه بالظبط، بس انا اول بطوله خدت فيها مركز يعني في اول سيزون كانت بطوله الجزيره. الجزيرة. خدت فيها تالت، كنت انت بقى اتحولت بقى خلاص، قلت كنت مش قادر. كسبان يعني، كسبان ناس تقيلة، هم كانوا أعلى مني في الرانك، وكنت أنا كنت داخل ساعتها البطولة من درو، كانت زق أو بالعافية عشان كانت مقسومة على بطولتين، طبعا. والحمد لله يعني، وقدرت أوصل للسيمي فاينل بعد لعبت ناس يعني ناس مش قليلة خالص في اللعبة يعني، وفي سيمي. حسنت الرانك بتاعك بطولة الجزيرة؟ حسيت إن أنا هو في الاخر طلع بريتش اوبن، هم بياخدوا اول خمسه، هو طلع نمره اثنين مع مصر، ما شاء الله. بعد فحس ما بترتيبه بدات قوي. البدايه وحشه بس عوض، طلع بدايه التالت، كان عمل هيلعب معجزه، عمل معجزه. بعيد. طب ايه بعد الجزيره اللي خلاك توصل للتاني برضه؟ بعد الجزيره وصلت دجله، دجله، دجله خدت فيها كام؟ خدت فيها تاني. ما شاء الله، تالت في تاني، علت الرانك بتاعك قوي، دخلتك تاني على اول خمسه. انا لعبت رقم واحد في سني في الفاينل، ربنا ما كانش رايد ان انا اكسب، فالحمد لله طب يعني. رحت البريتش اوبن. وكسبت رقم واحد في دجلة، تحت رقم واحد في الرانك في دجلة، سيمي فاينل، كسبت في عشان سيمي كده فاينل. وصلت فاينل، هو ده الماتش اللي علاك قوي على فكره، ده الماتش اللي علاك قوي. طب انت رحت بعد كده البريتش اوبن خدت خامس، صح؟ خدت خدت خامس، خامس. خدت عملت ايه في خامس. البريتش اوبن؟ ايه تجربتك، كانت عامله ازاي؟ انا كنت رايح صراحة بدور برد مميت خالص. الله اكبر، ده انت رحت يا كابتن، ما هو لعيب سليم. طب ده ده حقيقي. اللي عنده خلفيه. طب دور برد رايح بيه، رايح بيه. والتاني مصمم يمشي نص كم طول. ايوه يا ابني احنا يا صيفين في ابني، شهر 12، ايوه يا ابني البس حاجة.